أهلا بكم مشاهدينا في فقرة جديدة من برنامج سيدتي. مطرب تميز بغناء ألوان مختلفة وعازف موسيقي، الفنان السعودي عبد الكريم عبد الرحمن. هلا عبد الكريم، حابة أرحب فيك في برنامج سيدتي. يا أهلا وسهلا. طبعا من وقت ما شفتك في استوديو دحين صار عندك كثير achievement. الحمد لله. قولي عليها. والله الحمد لله، خلصت آخر عمل كليب ذاي بحبك، يعني هذا آخر أعمالي، ويمكن قبل اللقاء أو بعد لقائنا نزلت أغنيتي لعن الفرقة بعد قبل ذاي بحبك، وإن شاء الله الجاي إن شاء الله بعد أكثر وأكثر إن شاء الله يا رب. أنت كنت تغني أناشيد، بعدين صرت فنان طبعا تغني أوبرا، فقل لي ايش اللحظة اللي قررت فيها انك انت تحب الغنى؟ صديقي الكويتي، احب امس عليه، اخوي دعيج، هو اللي خلاني يعني ادخل المجال الفني او حمسني اني ادخله. فمن لحظة رحيلي الى امريكا هو البداية الفعلية يعني للفن صراحة. فين جاك الانسبيريشن حق أغنية دايب في حبك؟ هو عمل يعني سنتين جلسنا عليه، لسنتين ونص يعني من أيام دراستي في أمريكا آخر سنة أتوقع. بدينا نشتغل على البروجكت هذا، هي لحظات عشناها ككاتب أو أنا، فجتني القصيدة على طول اخترتها وكملنا عليها الكلام. يعني هو عمل من وليدة فترة كبيرة، يعني ما هو وليدة لحظة يعني. ايوه طويله الفتره انه تقعد سنتين. والله ما بين عشان تطلعين عمل كويس يلقى استحسان الجمهور، هو تحتاج انك تاخذ عليه فتره، ممكن الناس تعرف انه او تعتقد ان الفن مجرد انك تدخل الاستديو تسجل اغنيه وتطلع. لا هو اكثر من كذا طبعا، هو يعني كثير. اتكلم على فنان توه صاعد يبغى يسوي له كارير كويس، فتحتاج وقت اختيار الكلام، اختيار الملحن اللي يناسب خامط صوتك، الموزع نفس الطريقة. بعدين جلسنا فترة ما بين الموضوع هذا، بعدين التنفيذ وين نفذنا في القاهرة، نفذنا شوية في دبي، في السعودية. فالتنفيذ الأشياء هذه السمول ديتيلز الناس اللي ما تعرفها هي تاخذ وقت طويل. بعدين جت فكرة الكليب، فعشان كذا استغربت صراحه. هي الاغنيه جميله وكمان الفيديو كليب مره جميل، قول لنا على شويه. هو الكليب كان المفروض نصوره في لبنان او تركيا، ولكن ظروف ما يعني غيرنا واخترت اني اصور في المغرب مع المخرج الجميل الاستاذ هلال، يعني هلال صديق لي وفي نفس الوقت انسان يعني صاغ الفكره، لاني انا احب ان تكون الفكره مناسبه لروح العمل. لما ارسل لي الفكره وارسل لي السيناريو على طول يعني بلا تردد يعني تكلمت معاه واتفقنا على كل شيء. واختيار المغرب او تطوان، مدينه في الشمال المغرب، هو باراده هلال وبعد اتفاق يعني ان المدينه جميله. انا ابدا ما قد زرت المغرب قبل الكلب، يعني ما صار الفرصه، بس كان كليب جميل واختيار موفق. كيف عادة تختار أزياءك وكمان في الفيديو كليب كيف اخترتها؟ يعني أنا من ما أحب اللون الأسود، لكن هو كان فورمال الفيديو كليب شوية. أيوه، ولكن في الكليب حبيت الأسود صراحة، لأني ما أحب الألوان الداكنة صراحة، ما أحبها، لكن في الكليب تغيرت وجهة نظري يعني. طيب تقدر تدينا مقطع صغير من دايب حبك؟ أكيد، ليش لا؟ ليه أخون الشوق وكيف أنسى هوانا، كافي تتغلى علي وتزيد ياسي، لا تقول البعد ترى ما هو بأوانا، يا حبيبي لو تغيب بتغيب شمسي، ذايب بحبك ملا قلبي حنانا، عايش بدنياك لك اللي وحسي،
بين يديك القلب تتملك يا انا، حس فيني وضميني لين انسى نفسي. الله الله. يسعدك الله. شكرا تسلم. شكرا لك، شكرا لك اختي غالية، شكرا لوجودك معنا اليوم صراحة. صوتك رائع والأغنية كمان جميلة. الله يسعد قلبك. شكرا لك يا أهلا وسهلا، وعودة لكم زميلاتي في استوديو سيدتي. لو ربي ما نويتك بالخيانة والله إني لو أخوني خنت نفسي.